عليكم، كنتمنى من الله تكونوا على خير وانتم غادي تشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد لي كاب كيك. صراحه شحال من مره كنبارطاجيهم في الباج ديالي ديال الانستغرام وكيجوني عليهم بزاف ديال التساؤلات. صافي وقلت علاش لا اليوم ما نشاركهمش معكم. صراحه كيجوا زوينين وكيجوا بنان. صراحه غادي نحتاج في هاد لي كاب كيك هادو. عندي هنايا الدقيق على حسب يعني الخليط اللي عندي. عندي هنا ثلاثه البيضات، عندي هنا عصير ديال الحامض مع شويه ديال القشور ديال الحامض، عندي هنا كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب اللي يمكن لكم تعوضوه بهذا بعصير ديال الليمون ولا ديروا هكا كاس ديال الحامض. عندي هنايا كاس ديال السكر سنيده ما يكونش عامر بزاف. عندي هنا ساشي ديال نسكافيه كاكاو وجوج خمارات اللي انا غادي ندير منهم خماره ونصف. صافي عندي هنايا هادو اللي غادي ندير فيهم انا لي كاب كيك ديالي. صافي نتلاقاو باش نوريكم كيفاش غادي نوجدهم. صافي دابا اول حاجه غادي نبدا بها غادي نطرب هذا البيض مع سكر سنيده كيف ما تشوفوا معايا. غادي نزيد عليهم داك الكاس ديال السكر ديال السكر سنيده. انا هنايا ما عمرتوش بزاف داكشي على حساب كيف ما كنقول لكم دائما على حسب الحلاوه اللي كتبغيو نتومايا واللي كيبغيو الافراد ديال العائله ديالكم. صافي انا غادي نخلي البيض ديالي مع السكر سنيده حتى يطربوا مزيان يعني حتى يضاعف الحجم ديالهم، عاد غادي نكمل باقي التحضيرات. صافي بعد ما طربت البيض ديالي مع السكر سنيده كيف ما كتشوفوا كيكون القوام ديالو على هذا الشكل هذا يعني تخليه حتى يضاعف الحجم ديالو مزيان. صافي دابا غادي نزيد عليه كاس ديال الحليب، غادي نزيد عليه كاس ديال الزيت. صافي ونزيد عليه هذاك عصير ديال الحامض وقشر ديال الحامض. يمكن لكم تعوضوا كيف ما قلت لكم تقدوا قشر الحامض تعوضوه بفاني بقشر ديال الليمون يعني على حسب النكهات واللي عندكم في الدار واللي كتبغيو نتومايا. صافي غادي نعاود نخدم الخليط ديالي مزيان عاد نضيف عليه المكونات الاخرين. صافي بعد ما خدمت الخليط ديالي مزيان كيكون القوام ديالو على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا خصو يجي عندكم هكا بيض يعني داك البيض ما يبقاش باين صفر في الخليط. صافي هنا غادي نزيد عليه ديك ساشيه ديال القهوه كدير فيها واحد النكهه زوينه مع الكاكاو. غادي نزيد عليه واحد الساشي ديال الكاكاو كما كتشوفوا. الا بغيتوا تضعفوا هكا الكاكاو ممكن لكم ديروا جوج ساشيات يعني على حساب كل واحد واشنو كيبغي. صافي دابا غادي نبقى نزيد ليه في الدقيق تدريجيا كيف ما كتعرفوا ان القوام ديال لي كاب كيك خصو يكون يعني القوام ديال العجينه ديالها ديالهم عفوا تكون ثقيله يعني ماشي بحال الكيكه العاديه. صافي انا غادي نحاول نبقى نزيد في الدقيق ديالي تدريجيا بشويه بشويه يعني كاس بالكاس عاد نقول لكم شحال ديال القياس اللي انا درت ديال الدقيق. مهم هانتوما معايا. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ الكاس الاول ديال الدقيق غادي نضيفو على الخليط ديالي على هذا الشكل هذا. غادي نزيد عليه خمارات، غادي نزيد خماره ونصف خماره. صافي دابا غادي نزيد نصف ساشي وحده اخرى ديال الخماره الكيماويه يعني حاولوا ما تكثروش منها باش ما يجيوكمش ما يخرجوش لك على يخرجوش لكم على هذا الاطار ديالهم فين غتحطوهم. صافي
صافي غادي نحاول نطرب دابا هاد الكاس ديال الدقيق مع هاد الخمارة الكيماوية اللي انا زدت وباقي المقادير، غادي نحاول نخلطهم مزيان صافي، وغادي نبقى نضيف الدقيق الكافي حتى نحصل على القوام ديال القوام اللي انا بغيت ديال لي كاب كيك ديالي صافي. وغادي نقول لكم شحال ديال الدقيق انا احتاجيت. بعد ما وجدت الخليط ديالي هذا هو القوام ديال العجينه، يعني ما خصوش يكون بحال الكيكه العاديه كيف ما سبق قلت لكم صافي. شنو بغيت نقول لكم نسيت. مهم بالنسبه للدقيق احتاجيت جوج كيسان ونصف، جوج كيسان ونصف، عاد زدت واحد المعلقه هي الاخرى باش تاكدت من ان الخليط هو هذاك صافي. هذا هو القوام ديالو على هذا الشكل هذا. كيف ما بغيت نعاوتاني نقول لكم حاجه حتى اخرى، يمكن لكم تزيدوا هكا اللي بغيتوا هكا الوسط، تقدروا تزيدوا هكا شويه ديال الشوكولاط. المهم انا غادي نديرو ما هي عاديين هذه المره هذه وصافي. هادشي اللي بغيت نقول لكم صافي. دابا غادي نحاول ندير الخليط ديالي في ليمول ديالو، عاد ان شاء الله غادي ندخلوا الفران على درجه الحراره يعني 180، نخليهم يطيبوا على خاطرهم يعني ما نديروش عليهم العافيه بزاف، نخليهم لتحت حتى يضاعف الحجم ديالهم، عاد نديروا لهم العكه العافيه الفوق. المهم راكم نتوما عارفين صافي. عاد من بعد غنوريكم الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله صافي. بعد ما عمرت هادو لي كاب كيك ديالي كيف ما كتشوفوا، حاولوا ما تعمروهمش بزاف باش ما يعني ما يخرجوش لكم من هذاك المول ديالهم صافي. دابا بعد ما عمرتهم غادي ندخلهم كيف ما سبق قلت لكم، غادي ندخلهم الفران، غادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم درجه الحراره 180 صافي، وغادي نوريكم ان شاء الله الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي. وصراحه راه كيجيو زوينين، ويعني شحال من مره هكا وجدتهم ويعني عجبوا هكا ولاد الاخت ديالي ولا اللي معنا في الدار عجبوهم وداكشي، وقلت علاش لا ما نشاركهمش معكم صافي. هادشي اللي بغيت نقول لكم صافي، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي صافي. بعد ما خرجت لي كاب كيك ديالي من الفران كيكونوا على هذا الشكل هذا. بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، انا غادي نزينو بداكشي اللي عندي موجود في الدار صافي. انا غادي نحاول نقادهم ونزينهم ونوريكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي. كيف ما كتشوفوا كيجيو طالعين وكيجيو هشاشين صراحه، كيجيو اكثر من رائعين. كنتمنى من الله يعني تجربوهم وتشاركوهم معايا. ايوا صافي، المهم نتلاقاو في الشكل النهائي صافي. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالهم، حاولت نزينهم بداكشي اللي عندي في الدار، درت لهم هكا شويه ديال النوتيلا مع شويه ديال الفانيل. يمكن لكم بالنسبه للتزيين يبقى على حسب الاختيار ديالكم وداكشي اللي موجود، تقدروا ديروا حتى هذا اللوز ايفيلي حتى هو كيجي زوين، تحمروه واحد شويه وتزينوا به. المهم على داكشي اللي موجود عندكم في الدار، المهم هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى من الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم وتفرحوا بهم وليداتكم. كنقول لكم تهلاو ليا في راسكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جديد على نفس القناه. ما تنساونيش من لي لايك من لي كومونتير زوينين اللي كتفرحني وديما كتشجعني. كنقول لكم في امان الله، مع السلامه.